لا تكسر كمان. تمام. الكتامازول والميكانازول are too toxic for systemic use، يعني أنا ما أقدر أستخدمهم لا أوري ولا أقدر أستخدمهم أي في، دائما topical، لهذا يسموهم topical أميدازول. ذولا ما أقدر أستخدم لا أبلع حباية ولا آخذ أي في. زين ذولا شلون يجون؟ على هيئة يا دوزج فورم. الكتامازول يوجد على هيئة كريم بنسبة 1%، وعلى هيئة تروش. شنو هي تروش؟ اللي هي كانديز. تتذكروا احنا مثلا لما يصير عندنا التهاب بالحلق ناخذ ستبسلز، نفس مبدأ ستبسلز. التروش هي نفس مبدأ ستبسلز، عم اعالج الكانديدا اللي هي تكون الاورال. اذا الكوتامازول تروش اللي هي تكون على هيئة لوزنجز تعالج الاورال كانديدا اللي تكون بمنطقة الماوث. اما الكتامازول فيجاينا سبستريت اللي هي يسموها بيساري، اللي هي التحاميل النسائيه، تكون على هيئه تحاميل نسائيه، يا اما تكون 400 ملي جرام بها تلف تحاميل نسائيه، تمام، مده العلاج 3 ايام، يا اما تكون على هيئه دوز 1200 ملي جرام، هي كبسوله اخذها مره واحده وخلاص، تعالج الكانديدا الموجوده بالفيجاينا. واحيانا طبعا هاي طبعا السبستريز للنساء المتزوجات، أما الآنسات يأخذون نفس المادة تكون كريم، نفس المادة تكون كريم اللي هو هذا جانيوميكازول، تمام، نفس المادة تكون كريم. إذا الكوتراميزول تكون على هيئة فيجانا سبستريز تعالج شنو؟ تعالج الكانديدا. أما الكوتراميزول هي تكون اللي هي تكون مثل اللوزنجز مثل الستربسلز تعالج الأورال ثراش. هنا تمام، بينما التينيا تعالج هذا الكريم كواليتي دينك 1% اللي هي السكالب، عفوا هي الاثلت فوت والرينج وورم. الرينج وورم عالجها كريم يكون توبيكال سكين كريم. هنا تمام، لو عيد تمام. الميكانازول والله اللي هي دكتور، هذا السلايد دوخني. تمام، هسه نرجع مرة ثانية. الكتامازول والميكانازول يستخدمون الأمراض التالية اللي هي تينس بيديس اللي هي قدم الرياضي، وتينس كوبروس اللي هي الرينج وورم، ويكون استخدام لهم عن طريق أورال جل، عفوا عن طريق كريم عادي توبيكال اللي هو هذا. بينما التينيا كوريوس أنا ما أريدها ما داخله، ويعالجون الكانديدا اللي هي تكون موجودة أورال، يسموها أورال فرنجيال كانديدا، أو يسموها الأورال ثراش اللي هي شنو هي؟ اللي هي تكون داخل الماوث، أو تعالج الكانديدات تكون بالفيجاينال. هاي الأمراض تعالجها، تعالجها شلون؟ توبيكال، يعني هذا الدواء إذا أخذته عن طريق حباية أو أي في يسبب لي تسمم بالجسم توكسيك، ما أقدر أخذه بس أخذه توبيكال. نيجي على أول دول اللي هو الكوتريمازول، شلون آخذه؟ عن طريق شيء اسمه تروشز. شنو التروشز؟ طبعا هي ما لها صورة، يعني أصلا من زمان ما قاموا يستخدموها، بس لازم تعرفوها. التروشز اللي هي اللوزنجز مبدأ الستربسلز اللي أنتم تاخذوه على مود التهاب الحلق، ياخذها المريض ويظل بمنطقة الماوث، عم يعالج شنو؟ عم يعالج الكانديدا الموجودة بمنطقة الماوث. اما الالتهابات النسائيه فتكون على هيئه شنو؟ على هيئه سبستريز تحاميل نسائيه. لهنا تمام؟ هذا بالنسبه للكتامازول. بينما الميكانازول هو يكون على هيئه اورال جل، ياخذون معلقه او يكون على هيئه بكر تابلت، انا يعني احطها على اللثه. وهم يكون على هيئة سبستريز إذا كان أنا عندي التهاب نسائي، يكون على هيئة كريم موجود من عنده، ويكون على هيئة سبستريز همينه. لهنا أحد عنده سؤال؟ أنا مستعد أعيد إلى أن تفهموها. ها أكمل؟ كمل يا دكتور، كملي دكتور. التوبيكال يوز اذا انا استخدمته، طبعا كل دواء له سايد افكت، لان هم سيستميك توكسيك ما اقدر اخذهم. اذا انا استخدمها على الجلد حيسبب لي شيء اسمه ديرماتايتس، التهاب الجلد. اما اذا استخدمتهم على مثلا
الالتهابات النسائية حيصير عندي irritation بالفيجينا، يسموها الفالفوليولار irritation يعني هم تحسس، وأحيانا يسمونه هم إديما اللي هو انتفاخ. طبعا هاي الصورة أنا ما أطلبها، جاينا ميكازول اللي هو يكون ميكانازول على هيئة سبستوريز، وهذا ميكانازول على هيئة كريم، أما الدكتورين على هيئة تكون أورال جل. إذا كان أنا مثلا طفل أخذ 2.5 ملي يعني ربع أو نص أو نص خاشوقة شاي 4 مرات باليوم، طبعا هاي أنا وايد التفاصيل ما دازش فهم، يهمني الدواء وبيش يستخدم الياه مرض. طبعا الفيترامازول والميكانازول يستخدمون نفس الانديكيشن اللي هو نفس الامراض، والدوزج فورم يعني تكون موجوده. هنا احد عنده سؤال؟ هنا احد عنده سؤال؟ لا دكتور. يعني اكمل؟ لا دكتور انا بس مدة العلاج مع ذول الأمراض مثلا كم يوم تكون على حسب الانفكشن. مثلا أني كانديدا كوبروس والبيداس تكون يظل الشخص يستخدم الكريم مدة أسبوعين ويستخدم الكريم مرتين باليوم. أما إذا كان عندي أظافر يعني إذا استخدمتها هم من الأظافر يستخدم هم من توايز ديلي وهم من مدة 4 أسابيع، يعني الأظافر شوية تاخذ وقت لما يكون أني عندي الانفكشن يروح. أما الميكانازول تكون مدة العلاج من 2 إلى 4 أسابيع بس، هاي تكون فترة العلاج مال هذول الأدوية. هسه النستاتين، طبعا هذا الدواء لا أقدر أخذه عن طريق الأورا الحبوب ولا سيرب ولا أي شيء، يعني ما أمتصه للجاسترو انتستينال تراكت يعني حجمه كلش كبير. وإذا أخذته بارنترال يعني عن طريق انجكشن طبعا ما يصير اخذه، يسبب لي سيستميك توكسيسيتي، هم يسبب لي توكسيسيتي، فهذا اخذه على هيئه غرغره. يا اما اسوي سبليت اون شوش اون سبت، شوش يعني اني اخلط الغرغره بحلقي واسويها سبت، يعني شو سبت يعني اذبها، او شوش اون سوالو يعني ابلعها بعد فتره. هسه تقولي مو هو يسبب سيستميك توكسيسيتي، بس هو ما حيسوي ابزوربشن عن طريق الجي اي، فهو يطلع مباشره من الجسم. لهنا اعيدها عيتها شوش يعني خلط داخل، يعني شو اني استخدم مضمض على مود وجع اللثه او عم انطي ريحه حلوه لحلق، شوش يعني اني احركها داخل الفم، سوال يعني ابلع، وسبت واذا اختاريت الطريقه الثانيه سبت يعني اطلع، يعني مثل المضمضه اظل اسوي بها تحريك بعدين اذبها، او سوال. شو وقت يصير عندي سوال؟ لما يكون عندي التهاب بالحلق مثلا واريد اعالج هذا الالتهاب. هنا لا، على مود اعالج الكانديدا اللي هي الفرش تكون موجوده داخل الحلق. احد عنده سؤال اعيدها؟ اعيدها؟ مو اذا انتم لازم تجاوبوني اعيد او ما اعيد؟ لا يعني تم تعرفه واضحه. اللي عنده سؤال هو راح يسال. اورفنجر عندي سؤال وراح يسال دكتوره. تمام. طبعا هذا استخدم العلاج الكانديزاز الموجود على الفراش الاورال، ويكون موجود على هيئه هم من الفيجينال كريم اون فيجينال سبستيتيز للالتهابات النسائيه. الادفرس افكت طبعا اني احيانا مو ما يسوي ابزوربشن، بس احيانا يوصل للمريء، فاحيانا طبعا بس هذا قليل. اما اذا اخذت علي فيجينال كريم وفيجينال سبستريز حيسوي لي سكن اريتيشن، او يكون عندي اريتيشن بالمنطقه اللي هي اني اخذت بها. اذا كان سكن يعني نايستي يكون هم موجود على هيئه كريم اني احطه على الجلد فيسبب لي اريتيشن. طبعا السايد افكت متشابهه بكل الانتي فانجل. تمام. هسه يجي الانتي فانجل اللي هو اني استخدمه superficial topical infection، بس أنا أخذ أوري اللي هو Greasoflavone. هذا fungostatic يعني يوقف عمل الفنجل، وهو أطول أنتي فنجل ممكن أستخدمه، يمكن يطول شهور أو يمكن يمد للسنة. Greasoflavone ما إله topical، لازم أنا أخذه على هيئة حبوب تكون 500 ملغرام.
الحب 500 ميلي جرام. طبعا اذا انا استخدمه اكثر مده يطول بيها على مود اعاد تروبيكال انفكشن هو الاونكومايكوسيس اللي هو يكون التهاب مال اظافر. اطول مده يستمر من 6 اشهر الى 12 من 6 اشهر الى 12 شهر يعني نص سنه الى سنه. اما بقيه الانفكشن طبعا هاي كتبوها وياي حقولها بطيء تمام. التينيا كوبروس اذا اخذت هذا الدواء لها تحتاج اسبوعين الى 4 اسابيع يعني شهر ماكسيمم. اذا التينيا كوبروس اللي هو الرينج وورم على مود اعالجها بهذا الانتي فانجل تحتاج اسبوعين الى 4 اسابيع. اما الاثليت فوت اللي هي قدم الرياضي تينيا بيدس تحتاج 4 اسابيع الى 8 اسابيع يعني شهر الى شهرين. اما الكابيتاس اللي هي تكون على السكالب على فروة الرأس اللي هي 4 الى 6 اسابيع. اما النيلز قلنا 6 اشهر الى 12 شهر. احد عنده سؤال؟ دكتورة هاي المدة ما ذكرتيها يعني بالمحاضرة مطلوبة منه؟ مو أنا من أقولها يعني مطلوبة. أنا قلت لكم مو كل شيء ذكر أنا بالمحاضرة لازم أنا مود أعرف الحضر ومن حضر المنتبه أو ما منتبه. يا دكتورة بس عيدهم على كيف تشوف دون زحمة. تمام هسه أنا عندي الأواضة اللي أخذناها نبدي تينيا كوبروس اللي هي الرينج ووم. إذا أخذ الجليسيفلافون إلها تحتاج أسبوعين إلى 4 أسابيع يعني نص شهر إلى شهر. التينيا بيدس اللي هي الأثليت فوت قدم الرياضي من 4 إلى 8 أسابيع اللي هي شهر إلى شهرين. التينيا كابيتس اللي هي رينج وورم أو ذا سكال تحتاج 4 إلى 6 أسابيع يعني شهر إلى شهر ونص. التينيا يونجيوم أو الأونكومايكوسيس اللي هو أنا ذاكرته بالمحاضرة يحتاج 6 أشهر نص سنة إلى 12 شهر اللي هي سنة كاملة. طبعا هاي المدة تعتمد على قدرة الجلد إنه يصنع كيراتين جديد. فتشوفون إنه النيلز هي أبطأ عضو أو أبطأ مكان يرجع الكيراتين يصنع بيه إنه ياخذ سنة أو نص سنة. والأقصى يكون أنا عندي اللي هو يكون الجسم بعدين يجي وراء السكالب بعدين يجي وراء القدم. لهناية تمام لو أعيد. تمام. الأترافاين كريستالاين بريبريشن يعني تكون شنو معنات الأترافاين كريستالاين بريبريشن اللي هي تكون كلش صغيرة على مود أنا أقدر أسويها أبزوربشن. يعني أنا درجم قطعته إلى بارتيكل سايز كلش صغيرة على مود معدة تقدر أسويها أبزوربشن. وهذا الدواء على مود أزيد الأبزوربشن مالته أخذه ويا وجبة تكون فاتي تكون دهنية. يعني مثلا إذا جبت لكم بالامتحان جريس فليفون أبزوربشن is increased by low fat diet true or false؟ لا false false false. الدراب كونستريشن يكون وين شلون يعالج هذا الدواء يترسب بالسكن وبالهير وبالنيلز وبالاديبوس تيشو فيمنع الفطر انه ينمو. اذا يترسب بالسكن والهير والنيلز. السكن هو الجلد الهير اللي هو السكالب فروة الرأس النيلز اللي هي الأظافر والأديبوس تيشو. فشي يكون أنا عندي يمنع أي فطر إنه يدخل لها. لهنا يا تمام. آخر سلايد بالمحاضرة هو هذا الدواء تربينافين. هذا الدواء drug of choice يعني شو drug of choice؟ يعني أول دواء يخطر على بالي. drug of choice هو أول دواء يخطر على بالي. عندي عالج شيء اسمه onchomycosis اللي هي الانفكشن of the nails.
يعني أنا من يجيني شخص بالصيدلية وعنده الإنكوميكوزيس رأساً أنا أخطر لي شنو التربنافين. ليش؟ لأن المدة مالت أقصر من مدة الكريسوفلافين. يعني أنا معقول أظل أتعالج بحبوب نص سنة إلى 12 مونث وأنا عندي دواء ثاني؟ إذا ليش أنا اختاريته؟ لأن المدة مالت أقصر من دواء الكريسوفلافين، يكون 3 أشهر. وين الثلاث أشهر؟ وين السنة؟ هسه عرفتوا الميزة مالته؟ ويكون موجود توبيكال عندي منه كريم. ليش دي اخذ حبابي واخذ فاتي؟ مثلا شخص عنده كوليسترول ما يقدر ياخذ فات دايت اذا صارت فيه، او شخص عنده سكري لازم يحافظ على الحميه مالته فيلجا الى هذا الدواء. يعني السايد مالته السايد افكت مالته اقل، يكون توبيكال ويكون المده مالته اقصر. هنا تمام. طبعا اذا انا اريد اخذه للعلاجات التوبيكال يستمر اسبوع اكثر شيء، يعني حتى المده ككريم تكون اسبوع، ما عدا طبعا قلنا الاظافر 3 أشهر ياخذ، يكون 3 أشهر. بس بقيه الاشياء التينيا بيدس والتينيا كابيتاس واللي يكون انا عندي التينيا كوبريوس اسبوع. طبعا طبعا الاورال انا استخدمه للناس عندهم همي سكالب، اقدر استخدمه للناس اللي عندهم التينيا كابيتاس يكون سكالب. طبعا وهذا له جرعه خاصه على حسب وزن الجسم. ما دام قلنا احنا سكالب يعني اطفال، والاطفال ما يصير نعطيهم الدوز الاعتياديه للادلت، فهو يعتمد على وزن الجسم على حسب. مثلا اذا كان اقل من 25 كيلو وزن الطفل انطي 125 ملي جرام 1 باي 1 يعني مره واحده باليوم. اما اذا كان وزنه مثلا 40 كيلوغرام فانطي 250 ملي جرام على حسب وزن الجسم. طبعا انتوا ما مطالبين بها، بس يعني انا اذا احكي على كابيتاس اطفال فانا دائما اعتمد على وزن الجسم. اما التوبيكال عم اعالج تينيا بيتاس وتينيا كوبروس وتينيا كوروس. طبعا تينيا كوروس انا ما عالجها. إذا التوبيكال أنا أعتمد العلاج تينيا بيتاس اللي هي قدم الرياضي، والتينيا كوبروس اللي هو الرينج ووم، وتكون الديوريشن أوف ذا ثيرابي أسبوع واحد فقط. التينيا كوبروس شطبوها أنا ما أريدها. تمام؟ تمام؟ أعيد شيء؟ بس أخير شيء عيدي دكتورة. تمام، عندي أنا دواء أخذ أورال تابلت. أكثر شيء يكون للناس عندهم أونكومايكوسيس نيلز اللي هي التهابات النيل، والناس عندهم الأطفال عندهم تينيا كابيتاس اللي هي مال سكالب. تمام؟ أطول شيء قلنا إحنا مال أظافر 3 أشهر. التينيا كابيتاس ما دام دا أنطيها الطفل، فأي دواء أنطيه الطفل دائما أنا ألجأ إلى وزن الجسم. يعني مثلا طفل وزنه 15 كيلوغرام أنطيه 125 ملي جرام 1 باي 1 ومدة 6 أسابيع. التينيا كابيتاس كلش تطول، بينما طفل عمره وزنه 60 كيلوغرام سمين شوية أنطي 250 ملي جرام 1 باي 1 يعني مرة واحدة باليوم، وهم تستمر 6 أسابيع. أنا دا أحكي عن تينيا كابيتاس اللي هي السكالب infection of the scalp. بينما الثيرابي للناس اللي عندهم الأنكومايكوسيس هاي للأدلت، فأني أتعامل ويا معاملة الأدلت يعني هو الشخص البالغ. التوبيكال اللي هي تكون الكريم اللي شايفيه هذا الأزرق، استخدم العلاج التينيا بيدس والتينيا كوبروس. التينيا كوبروس اللي هي التهاب الأفخاذ أنا ما أريده، شطبوه. وتكون مدة العلاج أسبوع واحد فقط. هنا أحد عنده سؤال؟ دكتورة يعني هسه المطلوب الاسم مال الدواء والاستعمال ماله. اي طبعا اكيد، والمده، بس المده المذكوره بالمحاضره مو اللي انا التسجيل، بس المده اللي قلتها قبل على الكريسوكلوفين هاي مطلوبه، قلت لكم اكتبوها. اي شيء اقول لكم كتبوه يعني انتم مطالبين به. تمام؟ اوكي شكرا. احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟
أنا هسه حوقف التسجيل.